الو بطلتنا السابعة مين هي وايش راح تغني؟ نشوف. انا اسمي ايفانا وعمري 6 سنوات. وش تحبي تسوين دائما في البيت؟ ارسم واغني وصوتي حلو دائما. مين صوته حلو ثاني في البيت؟ انا بس، انا الوحيد اللي صوتي حلو. هذا اياد اخوي، احب العب معه، نتحارب وياه، واحب اضحكه. يعني احنا نسوي تحدي بيننا زايد وكذا من الرياضيات. تحبي عايض؟ ودك اليوم متحمسة تشوفينا؟ متحمسة مرة بقوة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالبرنسس، كيفك؟ طيبة. تمام. ها وش راح تقدمين اليوم على المسرح؟ صراحه محارب. طيب الجمهور يستناك الحين. يلا بالتوفيق. متحمسه بقوه.